السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ان شاء الله النهارده رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس Practical Study for Concept of Programming Language Based on Data Using PHP and MySQL. خلينا نقول ان درسنا النهارده في موضوع البي اتش بي بيزكس، برضه هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي مين بقى؟ وهي الكومنتس. ايه بقى الكومنتس ديت، وايه فكرة الكومنت، وايه الهدف من الكومنت؟ الكومنت بشكل عام هو سيادتك وسيلة او طريقة معينة من خلالها بتكتب مجموعة من النوتس على اماكن معينة عندك في الكود، بتكتب ملحوظات كده على الكود بتاعك. طب يا سيدي ليه بتكتب الملحوظات ديت؟ اولا ايه هي صفة الكومنت عشان تبقى بس في نفس السكوب مع بعض. الكومنت ده هي مجموعة اكواد بي اتش بي عادية جدا بتتكتب، ما بتظهرش فقط غير للناس اللي هم بيقدروا معاهم فايلات البي اتش بي، يعني كمان مش بتظهر في البراوزر نفسه. يعني طب ايه هدفها ان انا اكتب الاكواد ديت او النوع ده من الاكواد؟ قال لك هدفها لو انت عندك مثلا ابلكيشن كبير في عمليات لوجن وريجستريشن وعمليات تسجيل لطلبه وعمليات اضافه مواد وعمليات 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 وعمليات. لما بتيجي ترجع للكود ده بعد فتره، ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي بيحصل معاك انك انت ما بيكونش مثلا الكود ما بيكونش منظم بطريقه ما، مثلا انك انت عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول انا عاوز اوصل لمنطقه اللوجن. ف الكومنت ده هي احد الوسائل المساعده اللي بتوصلك للايها للجلوجن بسرعه. ليه؟ لانك انت بقى بتيجي على كل منطقه وبتكتب عليها كومنت، ان الحته ديت مثلا اللوجن اريا، ان الحته ديت مثلا الساين اب اريا، ان الحته ديت مثلا ما اعرفش الايها اد ريكورد تو داتابيز، الحته ديت مثلا المقصود بيها ديليت ريكورد تو ايها داتابيز. فكل جزئيه من الكود ديت او كل قطعه من الكود ديت انت ممكن تكتب عليها الايها الكومنت بتاعك او التعليق بتاعك. وخليني اقول لك ان مفيش ابلكيشن قوي او مفيش ابلكيشن او مفيش شركه شغاله المفترض الا وبتتبنى ايه بقى؟ تتبنى ان ايه الكود بتاعها يكون مكتوب عليه ايه بقى؟ مكتوب على كل صغيره وكبير في كبير في كومنت. ليه؟ علشان ايه؟ لما انت ترجع للكود او اي حد يراجع وراك الكود يبقى فاهم انت قاصد ايه بقى بكل صغيره وكبيره في الكود من خلال التعليقات اللي انت بتكتبها على الايه على الكود ايه، زي ما هنشوف مع بعض. المهم احنا عندنا اكتر من طريقة لكتابة الكومنت ديت، منها طرق بيتقال عليها بتنقسم انها سنجل لاين، وطرق بيتقال عليها ايه بقى مالتيبل ايها لاين. يعني انت تقدر تكتب كود الايها كود الكومنت بتاعك او الكومنت بتاعك في سطر واحد بس، في سطر واحد بس، زي الايه بقى زي الدبل سلاش ديت، زي اللي هي موجودة في السي بلس بلس او في السي، او انك انت بتكتب بقى حاجه ايها او بتكتبها برضو في لاين واحد زي الايها باستخدام الشيل سينتاكس اللي هي مثلا ايها زي الهاش ايها الهاش مارك اللي قدامك ديت، او بتكتب مالتي لاين عن طريق سلاش استريك واستريك سلاش زي ما انت ما هتشوف قدامك في الورق كده. بيقول لك لو انت عاوز تكتب سنجل لاين زي السي بلس بلس فبتكتب ايه بقى؟ بتكتب مثلا ان هنا التايتل بتاعنا معرفش ايه والكاتب بتاعنا معرفش ايه، فهنا بالنسبه لك دول ايه كومنت، لكن كومنت على سطر واحد، ولو حبيت اكتب كومنت في سطر تاني بعمل ايه؟ بعمل نفس القصه دي. طيب نفس الكلام مع مين بقى؟ مع الشيل سينتاكس، وديت بتخليك ايه بقى؟ بتخليك تعمل كومنت برضو بس على ايه؟ مستوى سطر واحد. طيب المالتيبل لاين هنا انك انت بتعمل كومنت ايه على اكتر من سطر وما بيطلعلكش ايه؟ ما بيطلعلكش اي ايرور. طب ما تيجي نشوف كده، تعالى بقى نقول اللي احنا نفتح فولدر نعمل كده. انا عملت فولدر اسمه كومنتس داخل بي اتش بي دبلومه بتاعتنا، وهاجي اقول له معلش من فضلك بقى اعمل لي فايل جواه كده اسمه اندكس دوت بقى مينها اندكس دوت بي اتش بي. واتفقنا من المره اللي فاتت ان انا عشان اكتب اكواد بي اتش بي بكتبها فين بقى؟ عشان اكتب اكواد بي اتش بي بكتبها داخل مين بقى؟ الطريقه الديفولت بتاعتنا اللي هي بقى ايه؟ ليفت انجل كويستشن مارك، ليفت انجل كويستشن مارك بي اتش بي، ثم كويستشن مارك رايت انجل، وبكتب اكواد البي ايها بكتب اكواد البي اتش بي هنا بنرايت البي اتش بي كود بتاعنا فينها داخل بدايه ونهايه الايها التاج بتاعنا كده. طيب خلينا نقول لو احنا حبينا نتكلم عن الكومنت، فقلنا عندنا انواع من الكومنت. الطريقه الاولى اللي هي سنجل لاين، خلينا نقول كده لو جيت كتبت هنا مثلا كومنت باستخدام الطريقه اللي هي سنجل لاين زي السي بلس بلس، تعال نقول له هنا ويلكم تو اور ايها بلس. تعالى كده نشوف لو فتحنا الكومنت بتاعتنا، فتحنا الكومنتس كده، هل الكود بتاعنا هنا ظهر؟ بص كده مفيش اي حاجه. طب بالفعل صفحه مظبوطه هي قدامنا، قال لك بقى الكود اللي موجود هنا هو كود كومنت. طب يا سيدي، طب انا عاوز اتاكد، تعالى اكتب هنا اي حاجه، اكتب ويلكم كده، هل بقى الصفحه دي هتشتغل؟ هتشتغل عادي جدا، بس الكود بتاع ده هو بالنسبه لنا ايه بقى؟ هو بالنسبه لنا الايه؟ هو كود كومنت.
فانت تقدر مثلا لو عندك مجموعه الاكواد ديت مثلا كده بتعبر عن ايه بقى، ها بتعبر عن لوجن اريا، فتقدر تكتب كومنت كده اسمه ايه بقى، ها ان المنطقه ديت لوجن اريا مثلا، واخر سطر في الكود الطويل ده كله هو ايه بقى، ها هو الايه بقى، نهايه اللوجن اريا مثلا. طيب فهنا بالنسبه لنا ايه بقى، ها هنا بالنسبه لي انا عملت ايه كومنت، ايه الكومنت ده؟ تعليق اقدر ارجع له في الوقت اللي ايه، ها اللي انا عاوزه، عاوز مثلا افهم فين، اعرف فين المنطقه بتاعت اللوجن اريا، فانا خلاص عرفت ايه حدودها ونهايتها عن طريق ايه بقى، ها عن طريق كومنت موضح لي الايه، موضح لي الفكره اللي قدامنا هنا. طيب او تعالى كده نجرب بقى كده، مش هنا احنا قلنا الكومنت ده بالاسلوب ده اللي انت بتكتبه في سطر واحد، تعالى هنا اكتب اي حاجه هنا، بص كده الايرور اللي هيطلع لك على الشاشه. قال لك الايرور ايه بقى، ها ده بيقول لك اللي انت عندك ايرور هنا، اللي انت مستخدم الايه، ها مستخدم حاجه undefined constant اسمه SSS. بعيد عن الايرور ده اللي هنعرفه تفصيليا، هو هنا مش فاهم اللي انت قاصد ان ده جزء من الكومنت، هو مش فاهم ليه. قال لك لان هو اصلا متعرف عنده لما بتيجي تكتب دبل سلاش ان الكومنت ما ينفعش تكتبه على اكتر من سطر، بيتكتب على سطر واحد. بص كده لو رفعت الايه الاس اس فوق، الخطا نفسه ايه، ها الخطا نفسه اتشال. نفس الكلام مع مين بقى، ها نفس الكلام مع مين بقى، مع الشيل ايه، ها سينتاكس هنا اللي انا اقدر اكتب كومنت هنا ويلكم تو اور كلاس اهو. تعالى بقى نشوف مع بعض كده لو عملنا ريفرش، هل الكود بتاعنا ده ظهر؟ لا. طب تعالى كده نعمل كده، هل الكود هنا ظهر؟ لا. فالفرق بين الكومنت، طب كويس انها ملحوظه مهمه، الفرق بين الكومنت في المارك اب لانجوج والكومنت في البروجرامنج لانجوج، ان الكومنت في البروجرامنج لانجوج زيها زي اكواد الايه، اكواد البرمجه، ما ينفعش تظهر على البراوزر، زيها زي اكواد الايه لغه البرمجه نفسها، ما تنفعش تظهر على البراوزر. اما المارك اب لانجوج بيظهر برضو الكود بتاعك لو انت شفت الايه، لو انت جبت الاوبن سورس نفسه، لو انت جبت سورتي عملت سوري فيو سورس للكود نفسه. طيب الطريقه الاخيره اللي هي بقى مينها، اللي هي بتكتب كومنت على اكتر من سطر، يعني تقدر تكتب هنا ويلكم، ها هلو، تكتب كل اللي انت عاوزه كله، مش هيطلع لك ايه، مش هيطلع لك اي ايرور خالص. ليه؟ لانك انت هنا متاح ليك انك انت بايها تكتب الكومنت. خليني اقول لك في نهايه الموضوع ان انت برضو جرى العرف انك انت تتبع بعض الخطوات انك انت تكتب الكود بتاعك. في الغالب الناس بتكتب الكومنت باكتر من اسلوب او باكتر من فورمات، في فورمات انك انت ممكن تكتب بيه الكومنت بتاعك ده زي الفورمات اللي موجود في الزند، ودي هنتكلم عنه تفصيليا ان شاء الله قدام، بس خلينا نقول ان في الغالب بتبدا تكتب في بدايه الصفحه نبذة عن الصفحة عن طريق كومنت برضو، يعني تقدر تكتب هنا تقول له مثلا اني كاتب السكريبت ده فلان الفلاني، وكان الديت بتاعه معرفش وليكن، ها الديت بتاعه وليكن على سبيل المثال 6/6/2016، وعلى سبيل المثال السكريبت ده السكريبت نيم، اسم السكريبت مثلا نيم، ها سكول فيرجن 1.2 مثلا. خليني اقول لك ان انت كده مثلا ده بتكتبه، جرى العرف انك انت تكتب في بدايه الصفحه تعريف للايه للبيج نفسها، او دي معظم المبرمجين بتعمل كده يعني. طيب خليني اقول لك ايه كمان، قال لك لو انت عندك سطر كود معين، سطر الكود ده وليكن فاريبل زي اللي قدامك ده، وهنعرف يعني ايه فاريبل، فاريبل اسمه فاليد وجواه قيمه اسمها ترو. وخلينا نقول لو انا عاوز، انا مش فاهم الفاريبل ده بيرفير ليه، فعاوز اكتب كومنت، فقال لك يا سيدي بتكتب كومنت فيه عن طريق برضه مفهوم السنجل لاين، فبتيجي تقول له هنا ايه، ها فاليد ده بيتشيك على حاله مين بقى، ها على حاله اللوجن مثلا، اف از ايه ها لوجد ان، فبيكون ايه ها بيكون القيمه بتاعت ترو، لو ما كانش لوجد ان بيكون القيمه بتاعت فولس. فانت هنا قدرت ايه تكتب كومنت على سطر ايه ها واحد. طب يا سيدي لو انا عندي بلوك اوف كود كده، وليكن بلوك اوف كود كده هديله مثلا فاريبل كده، واقول له مثلا اف از لوجد ان مثلا، تعالى نكتب اي حاجه هنا اف از لوجد ان. طبعا الكلام ده انا ما شرحتوش كده، بس هنفهمه تفصيليا مع بعض لما نيجي ندخل في الايه، ندخل في نخلص الاساسيات تعرفوا الكلام ده كله. خلينا نقول ايلس مثلا ريتيرن فولس، خلينا اقول ان انا عاوز اكتب كومنت على مجموعه اكواد زي كده، فانا اقدر اكتب كومنت بقى عليهم باسلوب الايه المالتي لاين، ان اقدر. وطبعا في حاجه اسمها فانكشن كومنت ممكن نبقى نتكلم عنها تفصيليا، بس خليني اقول لك اللي انت مثلا على سبيل المثال هتقدر تقول له الفانكشن ديت مثلا نيم اسمها از فاليد، ومثلا تقدر تقول له الفانكشن ديت بتريتيرن لاما ترو اور فولس. تقدر تكتب ايه بقى، ها كومنت على مجموعه اكواد زي كده بايه باسلوب الايه المالتي لاين.
خليني اقول لك ان الشاهد من الكلام ان الكومنت هي وسيله لتنظيم الكود، وسيله لكتابه للرجوع للكود، مفيد جدا. مفيش اي ابلكيشن، اي جزء من الابلكيشن اللي لازم نكتبه مع بعض لازم يكون فيه كومنت ان شاء الله. وانت هتلاحظ ان كل الناس او تنزل اي سكريبت موجود في العالم هتلاقي الناس بتكتب ايها بنفس الفكره ديت، لازم تكتب كومنت. طيب انا مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، ان شاء الله رب العالمين المواضيع دي كلها هتتكفر مع ابلكيشن كبير. خلينا نقول نهايه الى هنا نهايه الدرس بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.